حبيبي تفضل حبيبي شلون صحتك؟ شلون صحتك؟ اعمارك ان شاء الله بخير. عندنا امكانيه زيدها هنا وجاء مدير عام وناقشنا الموضوع على اساس هذا المركز الصحي يطلع وعشق وشارات اداريه نسحبها نقدر نفتح هذيتين الاخ نقدر نفتح فصالات بايده جوا واكو مستشفى له 16 كرفان هم المانيا راح نصب هناك بحيث نرجع المجمع بحدود 300 الى 400 سنه مثل ما كان قبل. لانه حاليا اذا هسه اشوفك المستشفى يعني المستشفى وضعه تعبان يعني صارت العمليات مالنا تعبانه لانه هذا الموجود اللي اخذناه اللي جينا عليه. لان الجمهوري كان بها 38 صاله احنا اكبر مستشفى بالموصل. السلام من قبل عندهم 5 صالات ما له 6 عندهم 77 مساعد مخدر. انا عندي حاليا بالجمهوري 108 اخصائي بهاي الاداره اللي عاشوها يعني هسه 108 اخصائي بكل الفروع. اذا اجي نحسب جهد الحكومي على جهد المواطن والناس الخيره ترى الناس هي اللي رجعت المدينه طبعا. هاي امانه يعني ترى حتى المخراث الوضع زين ما في شيء كوبر لكن هذا يمشي يرفع هذا نقل يومي على مدار الساعة يعني ب 10 ملايين 10 12 مليون الى 15 يمكن نستفيد منه. دعم المنظمه ونسق مع المنظمات.